مساء الفل، ازيكم؟ الحقيقة من كام ساعة نزل دونالد ترامب تغريدة على تويتر وقال فيها ايه؟ حدث تاريخي اخر او انجاز تاريخي اخر، المغرب هيقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل او هيطبع مع اسرائيل. الحقيقة لو انت شايف الموضوع ده هين صغير ما يهمكش، هتلاقي الموضوع ده خطير جدا. وعشان تعرف اهميته هتلاقي ان في مقالة نزلت بعد تغريدة دونالد ترامب بساعات. المقالة دي نزلت في نيويورك تايمز واللي كاتبها 3 كتاب مش كاتب واحد، وهتلاقي الكتاب دول فيهم كاتب او كاتبين يهود، عشان تعرف أهمية الاتفاقية دي بالنسبة لإسرائيل إيه. طب ما تيجي نشوف هم كاتبين إيه. كتاب بيقولوا لك لو أنت شايف الموضوع ده مش مهم، ده مهم جدا. ليه؟ قالك والله المغرب هتبقى رابع دولة في العالم الإسلامي والعربي تطبع مع إسرائيل في أقل من عام. خلي بالك المحادثات بدأت في أول السنة، بس لما تيجي تبص هي اتنفذت امتى هتلاقيها في اخر 6 اشهر الموضوع عمال يتنفذ وبسرعه كبيره جدا. تاني حاجه، هم لما راحوا لجاريد كوشنر اللي هو جوز بنت دونالد ترامب، جوز ايفانكا ترامب ومستشار دونالد ترامب الرئيسي، وسالوه وقالوا له انت ايه رايك في عمليات التطبيع اللي بتتم بين الدول العربيه والكيان الصهيوني؟ قال لهم والله قبل ما انا يتعرض عليا الموضوع وقبل ما دونالد ترامب يجي البيت الابيض، فتح الملف ده اصلا كان غير قابل للنقاش، يعني انت اصلا ما تتكلمش في الموضوع ده. بس لما انا جيت ودونالد ترامب جه البيت الابيض الموضوع اختلف. والجريدة هنا بتأكد لك ان جاريد كوشنر هو سمسار العلاقات بين الكيان الصهيوني والجيران العرب، هو اللي بيخلص لهم كل حاجة. تاني حاجة، لو انت جيت تبص هتلاقي ان اول المهنئين هو الامارات والبحرين. طب ليه؟ قالك والله لو انت جيت تبص هتلاقيهم ان هم عاوزين يشيلوا العبء اللي عليهم. ازاي؟ يعني الامارات هي اللي في الواجهة لان هي اول بلد طبعت مع اسرائيل السنة دي، فلما يجي ان البحرين تخش، ان السودان تخش، ان المغرب تخش، الحمل او اللوم مش هيقع على الامارات فقط، لا ده انت عندك كذا دولة تلومها مش احنا بس. تالت حاجة، لو انت عاوز تعرف اهمية الاتفاقية دي بالنسبة لاسرائيل ايه، هقول لك كالاتي. الكتاب بيقولوا لك ان نتنياهو قبل ما دونالد ترامب ينزل التغريدة دي كان واقف مولع شمعدان هناكو ده او حناكو، معرفش هو بيقولوها ازاي، وكان مولعه وبيحتفل بيه مع السفير الامريكي قبل ما دونالد ترامب ينزل التغريدة، فهو كان عارف ومستعد. طب السؤال هنا، هو ليه بيحتفل؟ الحقيقة هو بيحتفل عشان حاجة مهمة جدا. في الخمسينات اغلب سكان اسرائيل الحاليين اصلهم من اليهود اللي كانوا عايشين في المغرب، فانت عندك ناس كتيره من اللي عايشين حاليا اصلهم راجع لزويهم اللي كانوا عايشين في المغرب، فهم بيحسوا بالحنين. ويقولك الدليل على الموضوع ده ان في اسرائيليين كتير قوي بيزوروا المغرب بشكل غير مباشر. ازاي؟ يقولك ان هم بيروحوا دوله ثالثه ومن خلال الدوله الثالثه دي ياخدوا طياره ويروحوا بيها على المغرب، عشان المغرب مانع الطيران المباشر بين اسرائيل والمغرب. فالاسرائيليين كانوا بيعملوا كده من كتر حبهم للمغرب، من كتر ارتباطهم باصلهم، قال يعني هم بيعرفوا في الاصول قوي يعني. فانت لما تيجي تبص هتلاقي ان الموضوع له علاقات تاريخيه. ولما تيجي تبص بالنسبه للاتفاقيه دي هتلاقيها اتفاقيه غريبه جدا. ليه؟ قال لك ده المغرب هتوقع على فتح سفارات في المغرب واسرائيل، يعني مش هيوقعوا على حاجه عاديه، لا ده انت هتفتح سفاره هنا وسفاره هنا، وهتتبادل البعثات الدبلوماسيه. مش بس كده، انت هتسمح بالطيران المباشر التجاري والمدني من اسرائيل للمغرب، يعني رايح جاي بقى خلاص مفيش مشكلة. تالت حاجة، هيسمح للسياحة الاسرائيلية والمغربية بالزيارة المتبادلة. طب ليه يسمح بالسياحة وازاي الاسرائيليين كانوا بيخشوا؟ قالك والله هم كانوا بيخشوا في الاول بس مفيش حاجة مضمونة ان هم ما يتمنعوش، يعني ممكن المغرب تمنعهم في اي وقت، انما حاليا المغرب هتطبع وتعتبر اسرائيل دولة صديقة، فهتفتح الاجواء بشكل رسمي وتفتح السياحة بشكل رسمي بين المغرب واسرائيل، فده بالنسبة لاسرائيل حاجة مهمة جدا. تاني حاجة، اسرائيل متوقعة ان السلام مع المغرب هيكون ادفأ سلام في المنطقة، ادفأ كمان من بتاع الامارات والبحرين واي دولة تانية. ليه؟ قالك لان الجذور بتاعت اليهود الموجودة في المغرب هتسمح لهم بتوطيد العلاقات اكتر، والزيارات هتبقى كتيرة جدا بين المغرب واسرائيل عكس اي دولة تانية، حتى عكس الامارات نفسها. يعني شوف اليهود عاوزين يشتغلوا في الامارات ويروحوا الامارات وكده، هيروحوا المغرب اكتر، فده بالنسبه لاسرائيل حاجه مهمه جدا، انت بتفتح لي بقى كل حاجه. بس خلي بالك من حاجه، الكتاب هنا بياكدوا لك ايه؟ بيقول لك ان المغاربه الشعب يعني مش راضي عن الاتفاقيه دي وبيهاجم الحكومه بضراوه، وزي ان هم يطبعوا ويمضوا على الاتفاقيه والكلام ده كله، فالشعب مش طايق نفسه، بالرغم ان كل المسؤولين المغاربه رفضوا يعلقوا على الاتفاقيه دي ورفضوا يقولوا ان في سفارات هتفتح ولا لا والكلام ده كله، فالشعب المغربي ناقم جدا على الصفقه دي. طب ليه انا بقول صفقه؟ والله بص الكتاب بيقول لك حاجه ظريفه جدا، قال لك والله لو جيت تبص على اتفاقيه ابراهيم اللي هي كل الدول بتمضي عليها عشان تطبع مع اسرائيل، يعني الامارات والبحرين والسودان والمغرب هيمضوا على اتفاقيه اسمها اتفاقيه ابراهيم. اتفاقيه ابراهيم دي معتبرينها اتفاقيه سلام يعني. قال لك لو انت شايف ان الاتفاقيه دي اتفاقيه يبقى انت غلطان، ده
مشروع متكامل بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. بس الحقيقة الكتاب هنا مش فاهمين قالك ايه رغبة وايه اصرار دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو على بذل كل المجهود الخرافي ده على التطبيع مع الدول العربية في الوقت ده بالذات. ليه؟ قالك دونالد ترامب لسه خسران الانتخابات اللي هي بتاعت نوفمبر، انتخابات الرئاسية لسه خسرانها، فكده كده ماشي. تاني حاجة، نتنياهو بيرقص حكومة مشلولة، يعني هو بيقوله كده، حكومة عندها مشاكل كتيرة جدا، فانت يا عم فاضي تطبع ولا عندك مشاكل ولا مش فاهمين. فالكتاب هنا مستغربين جدا. بس تالت حاجة واهم حاجة بيأكد لك عليها الكتاب ان الموضوع مش اتفاقية، الموضوع صفقات بحتة. ليه؟ قالك والله لو جيت تبص هو المغرب خد ايه مقابل التطبيع مع اسرائيل، هتلاقيه خد حاجة مهمة جدا وجايزة كبيرة جدا له، اللي هي ايه؟ اعتراف امريكا بشكل رسمي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية كلها. هل دي حاجة هينة؟ دي حاجة كبيرة جدا. ليه؟ قالك والله امريكا لما جت تتدخل في موضوع الصحراء الغربية ده بين المغرب وجبهة البوليساريو، هي مضت او كانت مشرفة على توقيع اتفاقية سلام او وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو. معنى كده ان امريكا كانت واخدة موقف الحياد. تاني حاجة، معظم الدول مش معترفة اصلا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. سيبك ايه الصح وايه الغلط دلوقتي، معلش، بس احنا بنتكلم دلوقتي في الواقع، مفيش دول كتيرة معترفة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. فان انت عندك اكبر دولة اللي هي امريكا هتعترف بشكل رسمي بسيادة المغرب، دي هتعتبر دفعة كبيرة جدا لهيمنة المغرب بشكل اكبر وشكل رسمي على الصحراء الغربية، خاصة ان الامم المتحدة نفسها مش معترفة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ده اللي بيقوله المقال. فانت لو انت جيت تبص هتلاقي ان الموضوع صفقات، كل دولة بتاخد اللي هي عاوزاه الاول قبل ما تطبع مع اسرائيل. فالموضوع هو تفتكر ان هو سلام ومحبة خالص، انا هاخد اللي ليا واديك يا عم اتفاقية، ايه المشكلة يعني. اهم نقطة واخطر نقطة المقال ده كاتبها قالك حاجة خطيرة جدا. قالك انت عارف السودان، لو جيت تبص دلوقتي موقف السودان من الاتفاقية او التطبيع مع اسرائيل هتلاقيه غريب جدا. ليه؟ قالك السودانيين دلوقتي ما بيطلعوش اي تصريحات عن التطبيع مع اسرائيل، بالعكس ده بيهددوا ان هم ينسحبوا من اتفاقية ابراهيم دي. قالك والله ان السودان زعلان جدا ومتضايق جدا ان في بعض عائلات الضحايا بتاعة 11 سبتمبر رافعين قضايا على السودان بخصوص وجود اسامة بن لادن في السودان وقت حدوث هجمات 11 سبتمبر، وان هم شايفين ان السودان يأوي بن لادن ده نوع من انواع الارهاب، وفي نفس الوقت هم بيستغلوا الوضع. يعني شايفين بقى بلد جديد اترفع من قائمة الداعمين للإرهاب فممكن يدفع تعويضات، خاصة ان السودان لسه دافع 335 مليون دولار تعويضات. فقالك واحنا فين؟ احنا ناخد احنا كمان. فالسودان بيهدد ان لو الكونجرس الامريكي ما حماهوش من القضايا اللي رافعينها عائلات الضحايا بتاعة 11 سبتمبر على السودان هينسحب رسميا من اتفاقية ابراهيم. ليه؟ لان ده ما كانش جزء من الاتفاق. الاتفاق ان انا ادفع لك التعويضات اطبع مع اسرائيل خلاص كده، باش انت تشيلني من قائمة الدول الرعاية للإرهاب وتفتح لي بقى كل حاجة وتعامل ان انا بلد عادي، انها ما تدفعش حاجات غير اللي منصوص عليها في الاتفاقية. بس هنا لازم أأكد لك على حاجة، الموضوع ده برضو مفاجئ بالنسبة للأمريكان. يعني الأمريكان عاملين حسابهم ان السودان هيدفع تعويضات لعائلات الأمريكان اللي ماتوا في الهجمات الإرهابية في أفريقيا اللي هي كينيا وتنزانيا. كان في عمليات إرهابية حصلت في كينيا وتنزانيا تبع تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة ساعتها كان أسامة بن لادن قاعد في السودان، فالسودان دلوقتي لما جه يطبع دفع التعويضات دي. دلوقتي انت بتتكلم في قصة غريبة جدا ان عائلات 11 سبتمبر هم كمان عاوزين تعويضات، فده مفاجئ برضه للجانب الامريكي. فهنا في نقطة خطيرة جدا اللي هي ايه؟ ده بيحصل ودونالد ترامب موجود، دونالد ترامب اللي هو اساس الاتفاقية بتاعت ابراهيم دي موجود في الحكم. طب لما يمشي ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده قبل ما يمشي مش عارف يوفي بتعهداته. طب لما يمشي ويجي جو بايدن، وجو بايدن هيبقى قاعد في موضوع حقوق الانسان والحاجات بتاعت حقوق الانسان والكلام ده كله، ويجي يلاقي تعويضات هيسيبها لك؟ فالموضوع ده بالنسبه للسودان كبير جدا. انا عملت كل حاجه وما لقيتش حاجه، انا عمال دلوقتي يترفع عليا قضايا وفي تعويضات اكتر من اتفقنا عليها. في الاخر اتمنى ان انا اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. يا رب انصر العرب، يا رب انصر مصر، تحيا مصر، سلام.